حياكم الله متابعين قناة نواف. اليوم معنا فيديو جديد راح نتعلم مع بعض كيف ممكن نرتب الصور بالشكل هذا بحيث أن يعطينا شكل جمالي واحترافي لستوري انستغرام أو السناب أو حتى بوست انستغرام. إذا كنت مهتم أعطيني لايك واشترك في القناة، إذا ما كنت تشترك تابعني في هذا الفيديو. بسم الله نبدأ. أول شيء ندخل على التطبيق، حتطلع معنا الواجهة بهذا الشكل. بعد كذا عندي مجموعة خيارات، أضغط على شبكة تفتح معي بهذا الشكل، اختار الصور او الفيديوهات اللي حاب ان اشتغل عليها. على سبيل المثال راح اخذ مثلا هذه الصورة، وراح اخذ هذا الفيديو، وراح اخذ هذه الصورة. الان طلعت عندي هنا عدة اشكال اقدر اختار منها اي شكل انا ابغاه. انا العادة افضل الشكل الاول بهذا الشكل. ممتاز، الان بدأ معنا العمل. عندنا هنا اللاين اللي راح نشتغل عليه، هنا عندنا الفيديو وتحت عندنا الخيارات. طيب مثلا حاب اني اول شيء اسويه اختار المقاس، اروح لخيار النسبة، ومن هنا نقدر نختار الحجم اللي احنا نبغاه، اذا كان الانستغرام او بوست انستغرام او ستوري انستغرام او حتى لليوتيوب. جميع الخيارات هنا موجودة، انا افضل لستوري انستغرام، كذا نحط على الصح. في شيء هنا ممكن نلاحظه انه يضايق اي شخص، مثلا عندي علامة التطبيق هنا ممكن اضغط عليها، بعد كذا احط على الاكس واحط صح. طيب لو نشغل الان نشوف الان الفيديو راح يشتغل معي والموسيقى شغالة ما في اي مشكلة. طيب انا الان اخترت صورة بس ما ابغاها تكون موجودة، هل اطلع من التطبيق وارجع ثاني؟ لا، راح اضغط على الصورة ومن الخيارات تحت عندي استبدال، اختار اي صورة موجودة انا ابغاها. على سبيل المثال ابغى هذه الصورة، على طول نزلت معي بشكل مباشر. طيب حاب اني اعدل ترتيب هذه الصور، كيف الطريقة؟ بكل سهولة اروح على الصورة واضغط عليها ضغطة مطولة واسحبها بهذا الشكل، بالتالي يكون تغير معي المكان الصورة اللي انا مختارها او الفيديو. طبعا هنا نقدر نختار كذا صورة او نقدر نختار اكثر من فيديو وصورة، عندك الخيارات متاحة تختار زي ما انت حاب. طيب حاب اني اضيف موسيقى مثلا، اجي على خيار الموسيقى واضغط واحط اضافة موسيقى، واختار من الموسيقى اللي تكون موجودة عندك على الجهاز، وفي برضو مقاطع صوتية موجودة على التطبيق هذا. لو اني حاب اضيف فلتر، من تحت عندي هنا خيار الفلتر، اضغط عليه ويطلع لي مجموعة خيارات. انا بامانة ما افضل هنا نستخدم التأثيرات هذه، احب اني ارتبها في تطبيقات متخصصة بالمجال هذا، وبعدين هنا انا اجي ارتب الصور والملفات زي ما اني حاب. نقدر نضيف خصائص كثيرة، مثلا عندنا اضافة نص، نقدر نضيف من هنا النصوص اللي نبغاها، مثلا بهذا الشكل، واقدر اضيفه في الفيديو. لو حاب اني احذف، لو اني حاب احذف النص اضغط عليه واحط اكس، بالتالي انا حذفت النص بهذا الشكل. طيب حابين نصدر العمل، اضغط على كلمة حفظ فوق وراح يحفظ معاي بشكل سهل وسريع. وزي ما شفتوا الفيديو قصير وجميل ولطيف وظريف. لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة. انا نواف، القاكم في فيديو جديد، في امان الله. اوكي، ترى هذه انا دائما اقولها في فيديوهاتي، شكله بنأجل الموضوع لبكرة يا لا. الدايت والرياضة ظريف. طيب المشاركة كيف لو حبت تشارك في العمل؟ في الانستغرام، ارسل لي على الانستغرام سوي لي منشن وراح انشر. انا بالله اطلع معايا هنا انت وضميرك يا اخوي. دقيقة، اي 1 2 3 استنى يا حبيبي، نصور ممكن؟ بيطفي الثلاجة. يلا روح. أيوة هاي خلاص ببدأ. شكرا، السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد. لا إيش ذا، معي المصور علاء والمصور مساعد الحربي وعلاء الحربي، حساباتهم تحت في صندوق الوصف. أشكرهم شغالين معي، قاعدين يتعبوا، الله يعطيهم العافية. كيف ما شاء فاهم الله.